حسين يا غريب. نحن الآن نمر على بيت فاطمة أحبتي، وهذه أيام وفاتها وشهادتها، فممكن نسمع صوت قرآن من داخل الدار، وممكن نسمع صوت بكاء من داخل الدار. هذه دار، بيت عظيم، هذا لا يدخله أحد إلا بإذن مسبق. نحن عندما نزور الأئمة سلام الله عليهم وحتى الرسول نستأذن، أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا أمير المؤمنين. هذا الاستئذان اللي موجود. ما ممكن هذا البيت يستباح وتستباح حرمته. هذا البيت كل إنسان في بيته له حصانة وحرمة، لا يجوز أنك تقتحم دور الناس وأبواب الناس، لازم تستأذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا ما فيها أحد لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لكن هذا ما طبق على بيت الزهراء سلام الله عليها. الزهراء من وراء الباب قالت: لم أرى موقفا أسوأ من موقفكم هذا. ثم صاحت: يا أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من فلان وفلان وفلان وفلان؟ فالناس لما سمعوا صوتها قالوا: إن في الدار فاطمة. قال: وإن حتى إذا فاطمة موجودة في الدار، وعندها زينب وعندها الحسن والحسين، جبرائيل ما يدخل حتى يستأذن. البارحة في حديث الكساء مر علينا ومرت علينا هذه الصور الرائعة، ورأيتموها أحبتي. فنحن مأمورون باحترام هذا البيت، مأمورون بتعظيم هذا البيت الطاهر. تعظيم هذا البيت أن تكون الزهراء عظيمة وكبيرة في نفوسنا.